زي ما الشريعة الشريفة قامت على الحث على العمل وبناء الحضارة ووضعت العمل كأعلى مراتب الجهاد، زي ما الشريعة راعت حال الإنسان اللي اجتهد لكن ربنا قدر على إن يكون فقير، هو كان راضي عن ربنا. وسيدنا رسول الله كان بيقول: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم. لكن في نفس الوقت كان عارف كويس قوي إن اللي يجتهد في الدنيا لكن ربنا يقدر له الفقر المادي دي مقام كبير عند ربنا لو عاش راضي. قال صلى الله عليه وسلم: هل تدرون أول من يدخل الجنة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أول من يدخل الجنة من خلق الله الفقراء الذين تسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيعون قضاءها. الناس الغلابة اللي بيستخدموا في الوظائف الصعبة للإنسان بيكرهها، فيقول الله عز وجل لمن شاء من الملائكة: ائتوهم فحيوهم. فتقول الملائكة: نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك، أفتأمرنا أن نأتي هؤلاء فنسلم عليهم؟ قال: نعم، إنهم كانوا عبادا لي يعبدونني لا يشركون بي شيئا. تسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع قضاءها، فتأتيهم الملائكة فيدخلون عليهم جنتهم من كل باب، فيقولون: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. أصل كلمة فقر في اللغة العربية يعني كسر فقار الظهر، يعني حد مش قادر يمشي لما حد يساعده ويشيله عشان يعيش. وكذلك الفقير يفتقد للمال عماد الحياة عشان يعرف يعيش. والفقير هو الشخص اللي دخله لا يكفي لسداد الضروريات، لو البنطلون اتقطع مش سهل يعرف يجيب واحد تاني، لو الجزمة على رأينا كمصريين بقها فتح هي جزمة واحدة اللي عنده مش هيغير على الجزمة البني ولا البيج التانية، هي مفيش غير جزمة واحدة، مش كل أكلة تيجي على باله قادر إنه يدقها، حاجات كتير في صدره ربنا عليم بيها لكنه مش قادر يحققها. والله عز وجل يعلم إنه مجتهد لكنه راضي بالفقر اللي ربنا قدره عليه بعد اجتهاده. مش كل كتاب نفسه فيها يعجبه هيلاقي فلوسه في جيبه، ومع ذلك بيقول رضينا بالله ربا. حتى قال وهب بن منبه أنه قرأ في أحد الصحف الإلهية أن الله يقول: يا داود، هل تدري من أسرع الناس ممرا على الصراط؟ الذين يرضون بحكمي وألسنتهم رطبة من ذكري. راضي بحكم ربنا بعد ما أفنيت حياتي في الشغل، ده اسمتي ونصيبي من الفلوس قليلة، أنا راضي يا رب، راضي عنك وعن أفعالك. الشخص الفقير الراضي ده عارف إن الدنيا هي أول سنتي في طريق طوله مليار كيلو في الدنيا والآخرة مثلا يعني، فعاش في الدنيا هذا الفقير كما في الأثر: من خير الناس؟ قال: مؤمن فقير يعطي جهده، باذل أقصى حاجة، حتى بيتصدق من القروش البسيطة اللي معاه، بيحس إن في ناس أقل منه فيتصدق بأقصى حاجة يقدر عليها والحاجة دي قليلة، ده معنى كلمة يعطي جهده. هذا الإنسان الفقير هو اللي أصابته دعوة سيدنا داود: اللهم إني أعوذ بك من غنى يطغي أو فقر ينسي. هو فقير لكنه مش ناسي فضل ربنا سبحانه وتعالى ولا ناسي يشكر ربنا. لو قدر عليك انك تكون بسيط في مستواك المادي هقولك كم حاجة تعملها. رقم واحد الاجتهاد، ما تسيبش باب إلا وتسعى من خلاله لطلب الرزق، يمكن مكتوب لك السعة فيما تبقى من عمرك. وكان سيدنا سفيان الثوري يمر بالناس وهم قاعدين في المسجد الحرام يقول: ما أجلسكم؟ فيقولون: ماذا نصنع، احنا غلابة ماذا نصنع؟ فيقول: اطلبوا من فضل الله ولا تكونوا عيالا على الناس، عش عالة ما تقعدش في الجامع، اشتغل حتى لو رزقك هيبقى قليل. تاني حاجة أكثر من الاستغفار زي ما ربنا وعد في القرآن، لما شكى أحد الناس إلى الحسن البصري أنه عنده جدوبة في الأرض، الأرض ناشفة، قال: استغفر الله. وشكى آخر الفقر المالي، قال: استغفر الله. وشكى آخر أنه ليس له ولد نفسه يخلف، قال: استغفر الله. وشكى آخر جفاف البستان، الزرع دبلانة، قال: استغفر الله. فقلنا له: كل شيء أستغفر الله؟ قال: نعم، ليس هذا من عندي، ألم تسمعوا قول الله؟ فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، اللي عايز مطرة في الزرع بتاعه، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا.
فيا أيها الفقير الراضي، الله عليم بحالك، ابقى اشفع لنا بس يوم القيامة لما تبقى ملك متوج عند رب العالمين. فاللهم يا رب وسع علينا في أرزاقنا، وأعطنا حاجاتنا التي في صدورنا ولا يعلمها إلا أنت، ولا تتوفانا يا مولانا إلا وأنت راض عنا.